السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد عدلان من موقع دولفينارتس دوت نت. إن شاء الله النهاردة هنكمل الدرس الثالث من سلسلة دروس ال HTML. أتمنى أن تكونوا فهمتوا الدرسين اللي فاتوا وبإذن الله نكمل مع بعض. عاوز أتكلم على حاجة بداية قبل ما أبدأ شرح. أنا مجرد شرحي للأكواد دي، في بعض الأكواد ممكن ما أشرحهاش كاملة، أو ممكن أشرح جزء معين من الكود، أو ممكن أديكوا بس الكود وبعد كده أقول هشرحه بعدين. بإذن الله زي ما قلت لكم في الآخر احنا هنعمل بروجكت، إن شاء الله البروجكت ده هيلم كل الأكواد أو معظم الأكواد. واحنا بنشغلين في بروجكت هتلاقي صوره الكود كملت قدامك، ساعتها هيكون مخك يعني الاتش تي ام ال كلها جواه ان شاء الله، فهتلاقي نفسك جمعت الكود كامل بمجرد تطبيقه على البروجكت. فمش هتحتاج ان انا اقوله لك دلوقتي، او لما اقوله دلوقتي ممكن ما تستوعبوش او تفهمه غلط او انا ما اعرفش اوصله، ايا كان يعني اي حاجه من الثلاثه. بس ان شاء الله يعني في البروجكت انا ان شاء الله في البروجكت ان شاء الله نقدر نوصل كل حاجه سوا ونعمل شغل كويس ان شاء الله. تمام، اول حاجه عاوز اتكلم عليها بعض الاكواد اللي كان المفروض نحطها في الهيد. قلت لكم ان احنا هنحط الاكواد اللي هي سكريبت وبيز ونو سكريبت ولينك. تمام، عاوز اتكلم بقى على هتكلم على النهارده على اتنين منهم. تمام، في حاجه تالته انا نسيت اقولها المره اللي فاتت، تمام، اسمها ستايل. تمام، هتكلم النهارده عن وظيفه ستايل ووظيفه لينك. تمام، وبما يجي دور دول ان شاء الله هنتكلم فيهم، وهتكلم عن بيز برضو بس مش دلوقتي، لما اجي اتكلم عن الايمج هتكلم عن البيز. اوكي، اول حاجه عاوز اتكلم عن ستايل. زي ما قلت لكم احنا ان شاء الله بعد ما نخلص كورس اتش تي ام ال هنبدا مع بعض كورس سي اس اس. السي اس اس ده عباره عن لغه بتعمل ستايلات اسمها كاسكيدنج ستايل شيتس. تمام، ليها تلات اماكن عشان احطها جوه الاتش تي ام ال بتاعي. تمام، اول حاجه في حاجه اسمها انترنال سي اس اس، بحطها بين التاجز دول، بكتب ستايل واقفله بالسلاش. تمام، بعد كده بكتب تايب. تمام، يساوي تكست سلاش سي اس اس. تمام، ده اول طريقه. وبعد كده بكتب السي اس اس بتاعي هنا ايا كان، يعني اكتبه في كومنت زي ما خدنا. اللي ما خدش كومنت، اللي مش فاكر الكومنت يراجع CSS code. تمام، يبقى دي اول طريقه عشان اضيف فيها اكواد CSS جوه ال HTML بتاعتي اسمها inline CSS او inline style sheets. تمام، هكتبها برضه في كومنت عشان يبقى كله عارف دي وظيفه الكومنتات زي ما كنا المره اللي فاتت. مش inline، اسف، اسمها internal. هتكلم عن inline دلوقتي. تمام، تاني طريقه ان انا اربط ملف خارجي في بكتب فيه كل السي اس اس بتاعي، وبعد كده بربطه بالموقع عن طريق لينك. لينك بربطه ازاي؟ بكتب لينك، اول حاجه بكتب الريليشن ريل بيساوي، هو انا رابط ايه؟ ستايل شيت. تمام، بعد كده بكتب التايب بتاعه بيساوي زي ما كتبنا الاول تكست سلاش سي اس اس. بعد كده بكتب المسار بتاعه ريف اتش ريفرنس، هو مثلا ملف، مثلا هتكلم انا على حته المسارات دي لما اجي اتكلم في الايماجز وربط مكان الصوره بالربط الصوره، احط ربط الصوره ازاي يعني. تمام، يبقى هحط مسار الستايل بتاعي او ملف الستايل شيب بتاعي اسميه ستايل دوت سي اس اس، ده الامتداد المعروف لستايلات او ملفات سي اس اس. تمام، يبقى دي تاني طريقة اسمها external style sheets. هاخد كوبي للكومنت من هنا احطه هنا وغير internal external style external css او external code. اوكي، تمام، دلوقتي النوع التالت من انواع وضع كود ال css هو اللي اسمه inline code، عن طريق ان انا بكتب هنا style في اي كود في اي element بتاع html، بكتب كلمة style يساوي double quotation، بكتب جواها الكود سي اس اس كود هير. تمام، اي كود سي اس اس بكتبه في المنطقه دي دلوقتي ينفع اكتبه. يبقى كده اخدنا تلات انواع من الطرق اللي اكتب فيها كود سي اس اس. اول طريقه اخدناها ان انا بفتح ستايل واقفلها واكتب كود سي اس اس هنا، ودي اسمها انترنال كود. في تاني طريقه اللي انا بكتب كود سي اس اس في ملف بره واستدعيه هنا عن طريق اللينك ريليشن اسمها اكسترنال كود. تالت طريقه ان انا بكتب كود سي اس اس جوه الـ element بتاع ال HTML
زي البي او زي الاي او زي الفونت، في اي مكان بكتب كلمة ستايل يساوي دبل كوتيشن وبكتب كورس سي اس اس بيكون موجود في المنطقة دي. تمام. طيب دلوقتي انا عاوز اتكلم على كذا حاجة تاني. اول حاجة عندنا دلوقتي، لو انا في الفونت هنا عاوز اغير نوع الخط، نوع الخط بكتب فيس، ما كنتش قلتها المرة اللي فاتت. تمام، بكتب فيس بتساوي مثلا اريال، ده نوع خط مشهور جدا. نجرب ريفريش، طبعا الخط اتغير على طول. تمام، عاوز اجرب ايه تاني؟ كان في عاوز اتكلم عن مثلا الايه، مثلا هنا لو انا حاطط اللينك ده، لو انا بصوا جيت دلوقتي هنا وقفت على اللينك بتاع ستارت ايديا، مفيش اي اشعار او اي حاجه تطلع من اللينك يقول اللينك ده بتاع ايه. انما انا مثلا لو جيت هنا قلت له تايتل يساوي ستارت ايديا سايت سيف فريش، لو جيت وقفت على اللينك بيروح طالع لي تاب كده يقول لي ستارت ايديا سايت. اوكي، دي فايد التايتل. تمام، في برضو في الصور في حاجة اسمها ALT يساوي او تايتل برضو، فاضيف تايتل مثلا هنا مثلا ايه لوجو او مثلا دولفين ارتس لوجو. اوكي، دلوقتي مثلا فايدتها ايه؟ طيب ال ALT او الالترنيت دي فايدتها ان لو الصورة ما ظهرتش بيظهر الاسم من مكانها. يعني دلوقتي مثلا لو غيرت مدرج الصورة او اسم الصورة اكيد مش هتظهر، صح؟ عملت ريفريش بيظهر مكانها دولفين ارتس لوجو اللي هي الالترنيت اللي انا حطيته. يعني يقولك ان في هنا المفروض صورة تظهر اسمها كذا. اوكي، طيب ممكن برضو اضيف هنا في الايمجز برضو تايتل يساوي مثلا لوجو. اوكي، ده لو جيت على الصورة وقفت هتلاقيه بينزل لي بيقول لي لوجو. اوكي تمام. عاوز اتكلم عن تاني عن بعض اكواد الفورمات. تمام، ازاي اعمل الخط بولد او تخين، ازاي اعمل الخط ايتاليك مايل، ازاي اعمل الخط سمول صغير، ازاي اعمله سبسكرايب وسوبر سكرايب. الحاجات دي هشرحها دلوقتي قدامكم. مثلا هنجرب على كلمة احمد مثلا. في الاول انا عاوز كلمة احمد، كلمة احمد دي بولد تخينة، بحط حرف البي قدامها بي خفيفة وبعمل فيلو سلاش بي. اوكي، لو جيت عملت ريفرش بصيت هنا الاقي كلمة احمد بقت بولد تخينة. تمام، طب لو انا عاوز اخليها ايتاليك مايلة، اجي على كلمة احمد مثلا في الصف التاني هنا اي. اوكي، هقفلها بسلاش اي سيف روس ريفرش، بقت كلمة احمد التانية مايلة. طيب انا لو عاوز اجرب مثلا على احمد التالتة هنا مثلا، عاوز اخليها سمول سمول. اوكي، اقفلها سلاش سمول سيف. كلمة احمد هنا نلاحظ ان هي صغرت عن باقي الكلام، بقى مثلا تقريبا 10 او 12. اوكي، مثلا لو انا عاوز اخلي كلمة هير سبسكرايب، سبسكرايب وسوبر سكرايب. السبسكرايب بتبقى تحت الكلمة، يعني هي بتبقى تحت الكلمة الأصلية بتبقى هنا كده. سوبر سكرايب بتبقى زي الأس في الرياضة، يعني مثلا 10 أس 5، الخمسة بتبقى مرفوعة عن العشرة. تمام، فأنا لو جيت دلوقتي هنا حطيت مثلا كلمة هير، كتبت لها مثلا سوبر يعني تكون أس. تمام، سلاش سوبر، سوبر اختصارها سوب. تمام، عشان تبقى أس. اوكي، او تبقى مرتفع عن الخط، تلاقي كلمة هير بقت مرتفعة عن الخط بتاعي كله، تحس ان احمد بقى الاس بتاعه هير. اوكي تمام، انا ممكن برضو اعمل السوبر اللي هو السب، اللي هي مثلا الكلمة تكون تحت السطر، زي مثلا اي دي هنا لو جيت عملتها سب. اوكي، قفلت السب سلاش سب وبعد كده سيف. لو جيت هنا عملت ريفرش الاقي كلمة اي دي نزلت عن السطر. تمام، يبقى عندنا خدنا السوبر، ده السوبر وده السبسكرايب. تمام، عاوز اتكلم تاني عن بسم الله، عاوز اتكلم عن الايمجز. تمام، المره اللي فاتت اتكلمت عن الايمجز. تمام، قلت لكم انا ممكن اغير مسار الصوره على حسب مكان الصوره، مكان تواجد الصوره فين. انا جهزت لكم، قلت لكم المره الجايه هجيب استراكشر، جهزت فولدرين. الفولدر الاول اسمه ويب سايت.
لما افتحه الاقي جواه فولدر اسمه بيكتشر سايبه فاضي. تمام، لو انا جبت الصوره دلوقتي بتاعتي اخدتها كات من هنا كنترول اكس، خدت فتحت جوه الفولدر ويب سايت، فتحت فولدر البيكتشر حطيتها جوه بيست، تمام، ورجعت. تمام، دلوقتي هل مسار الصوره لسه زي ما هو؟ الصوره كانت موجوده جنب ملف الاندكس، واي حاجه قلت لكم جنب ملف الاندكس بكتب اسمها على طول جوه في الاتش، في الاتش ريفرنس او الهيرف في الايمجز، تمام، بتظهر على طول. انما دلوقتي مكانها اتغير، مكانها بقى جوه الويب سايت، جوه الويب سايت هتلاقي فولدر اسمه بيكتشر، جوه جوه فولدر اسمه بيكتشر، جوه ايه هلاقي الصوره بتاعتي. طيب ازاي نعرف المسار ده؟ طيب ثانيه بس هفتح البرنامج. انا فتحت البرنامج خلاص، انا كنت سجلت بس تسجيل انفصل، ما اعرفش ما سجلش الحته دي ليه. المهم هشرح لكم تاني. هنجيب فرشه قلم، مش تمام معانا القلم. طيب هجيب لون تاني عشان تبان بقى الشرح القديم، هات لون اصفر. اوكي طيب دلوقتي انا بقول لكم لو احنا عندنا فولدر كبير زي اللي هو ده، فولدر كبير خالص ده، تمام، اسمه مثلا دبليو او ويب سايت. اوكي الفولدر ده جواه اتنين فولدر، الفولدر الاولاني اللي اسمه دي والفولدر التاني اللي اسمه ال ال، تمام، الفولدر ده والفولدر ده. الفولدر دي جواه صوره غلبانه اسمها بيكتشر دوت بي ان جي، تمام، وعندنا ملف الاندكس جوه الفولدر الكبير اللي هو اسمه ويب سايت، وفي فولدر تاني اسمه ال جواه صوره تانيه اسمها اي ام جي دوت جيف. تمام لو احنا جينا فتحنا ملف الاندكس ده، تمام، لما نيجي نفتحه ده مثلا الفتحه بتاعته. اوكي بقى لما نيجي نكتب الصوره، كل الصوره بنكتب اي ام جي اس ار سي، تمام، وبنفتح بيساوي، تمام، بنفتح دبل كوتيشن واحد اتنين، وبعد كده بنكتب اسم الصوره هنا، تمام. ده اللينك ده هو اللي انا هكتبه لكم هنا دلوقتي، اوكي، عشان ما حدش يتوه مني. تمام، ملف الاندكس ده عشان يخش يجيب الصوره بيعمل ايه؟ الاسهم دي بيجي يخش بيعمل ايه؟ اول حاجه بيجي هو في ملف الاندكس بيشوف ايه اللي جنبه، الصوره لو جنبه بحط له اللينك اللي اسمها على طول بياخدها من جنبه. جه بص جنبه ما لقاش الصوره، لقى فولدر، انا اقول له فولدر اسمه دي، خلاص بيروح يخبط على فولدر اسمه دي، يقول لي يا فولدر اسمه دي ممكن ادخل فولدر دي يدخله، تمام، يروح داخل جوه فولدر اسمه دي. بعد ما يدخل جوه فولدر اسمه دي يدور يلاقي الصوره اللي اسمها بيكتشر دوت بي ان جي، اول لما يلاقيها يروح حاططها المسار بتاعها، مسارها بيكون ايه؟ هو الدي الفولدر، اول لما خبط عليه راح فتح له، فتح له لما عمل ايه؟ سلاش، تمام؟ بعد كده راح كتب اسم الصوره بامتدادها، تمام؟ طيب لو انا حاطط في الصوره الثانيه اللي هي اي ام جي دي جوه الفولدر اللي اسمه ال، بيروح ملف الاندكس الغلبان بيروح يخبط على الصوره الفولدر اللي اسمه ال، يقول له لو سمحت يا فولدر اللي اسمك ال ممكن تدخلني؟ يقول له اتفضل، يفتح له ويخش، اول لما يتفضل يكون عم خلاص عامل له ايه؟ سلاش، كلمة ممكن تدخلني او ممكن تفتح لي او يفتح الفولدر او يدخل الفولدر معناها السلاش، بيكتب اسم الفولدر ويكتب سلاش، تمام؟ بعد كده اسم الصورة بامتدادها، بس هو ده اللينك اللي بتاع الصورة عشان اكتبه، تمام؟ طيب في حاجة تانية برضو، لو انا عندي في فولدر مختلف، هجيب لكم رسمة تانية، الرسمة مثلا دي، تمام، الرسمة دي ايه اللي فيها؟ غير اللون تاني اسف، الرسمة دي ايه اللي فيها؟ بقول هنا دلوقتي لو انا عندي في فولدرين مفيش فولدر واحد، يعني مثلا عندي ملف الاندكس الغلبان بتاعي اهو، تمام، قاعد بره في ملف في فولدر الويب سايت الكبير خالص ده، تمام، هو قاعد جواه، تمام، وعاوز يخش يجيب الصورة، أنا قلت له بص جنبك، بص جنبه ملقاش حاجة هنا وهنا، لقى فولدر، أنا قلت له خش جوه فولدر الدي، هيجي يخبط يقول له لو سمحت يا فولدر دي ممكن أدخل؟ يقول له اتفضل، فتح الدي وعمل سلاش، ممكن أدخل؟ قال له اتفضل، راح عمل سلاش، تمام. بعد كده قلت له جوه الدي هتلاقي فولدر اسمه ال، أهو فولدر تاني اسمه ال ده، خش جواه، هيجي يخش على الفولدر اللي اسمه ال، يقول له ممكن أدخل؟ يقول له اتفضل، راح فتح له سلاش، تدخل جواها تلاقي الصورة الصغيرة دي خالص اسمها بيك بي اي سي، تمام، هيكتب بي اي سي دوت جي اي اف، تمام. يبقى هو عمل ايه؟ اول خطوة جه راح مخبط على الفولدر الكبير، ممكن ادخل؟ قال له اتفضل، راح دخل وقال له ايه؟ دخل على لقى الفولدر اللي اسمه ايه، راح خبط عليه قال له اتفضل، دخل لقى الصورة اسمها بيك، راح اخد امتدادها، يبقى امتدادها ايه؟ دي، خبط على الدي، فتح بالسلاش، فتح بالسلاش اهو، تمام، بعد كده ال راح فتح بالسلاش اهو، تمام، يعني فتح فولدر الدي، فتح فولدر ال، وبعد كده كتب اسم الصوره، تمام.
طيب لو انا عندي فولدر، لو انا عندي الصورة بتاعتي جوه بقى مجلد، يعني انا مثلا عندي قصدي ملف الاندكس بتاعي اسف جوه مجلد، ازاي ده كده؟ دلوقتي لو انا عندي ملف الاندكس الغلبان بتاعي اهو، تمام، ملف الاندكس الغلبان اهو، تمام، هو محطوط جوه مجلد، تمام، المجلد الكبير اسمه ويب سايت اهو، المربع، تمام، ملف الاندكس غلبان جوه مجلد، وفي مجلد تاني اسمه ايه، المجلد ده جوه الصورة اسمها ال. طيب انا عاوز اعرض الصورة دي، تمام، هقول له ايه؟ ملف الاندكس اول حاجة هيجي يخبط على الفولدر بتاعه ويقول لو سمحت طلعني بره. طلعني بره دي ازاي؟ عشان اطلع بره من اي فولدر ما يهمنيش اسم الفولدر خالص، الفولدر ده اسمه دي اللي انا عاوز اطلع من خلاله، ده اسمه دي، ما يهمنيش اسم الفولدر خالص. انا عشان اطلع بره في اي صورة في اي فولدر في الاتش تي ام ال بحط له دبل دوت 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 سلاش، كده انا طلعت بره الفولدر او عملت باك، تمام، كده قلت له طلعني بره، قال لي اتفضل اطلع بره، رحت طلعت بره، يبقى انا كده في الفولدر اللي اسمه ايه، ويب سايت، تمام، انا في فولدر الويب سايت، بقول له ايه، بقول لي روح على الفولدر اللي اسمه ايه وخش جواه سلاش ايه، تمام، اول حاجه ايه، رجعت وبنقطتين وسلاش، بعد كده ايه، دخلت فولدر الايه بسلاش اهو، كتبت فولدر الايه ودخلت، دخلت جواه لقيت الصوره اسمها ايه اللي كتبت اسمها ايه دوت بي ان جي، تمام. من هنا احنا خدنا ثلاث اشكال لللينك، يا اما ملف الاندكس، تمام، وجنبه على طول الصوره، تمام، وده في الحاله دي بكتب اسم الصوره فقط، تمام، يا اما ملف الاندكس، تمام، وفي فولدر، تمام، وجوه الفولدر ده جوه الصوره، في الحاله دي بكتب اسم الفولدر وبعد كده بكتب الصوره، تمام، على طول. يا اما الحاله الثالثه يكون عندي فولدر، تمام، جواه ملف الاندكس، تمام، وعندي فولدر تاني جواه الصوره، وانا بقول له اطلع بره ده خش من ده، في الحالة دي بكتب نقطتين سلاش وبكتب الفولدر التاني باللي فيه الصورة ده، اوكي، وبكتب سلاش اسم الصورة، تمام. دي الثلاث حالات بتاعت اللينكات بتاعتي. طيب هكمل شرح في هنا تاني في النوت باد، يا رب بس يكون التسجيل شغال. طيب طبعا بصوا من الشرح بين القديمة، اسف همسحها واشرحها لكم تاني. طيب انا دلوقتي الصورة عندي فين؟ الصورة عندي دلوقتي جوه فولدر ويب سايت، انا اول حاجة عندي ملف الاندكس حطيته جوه، عملت فولدر اسمه HTML، تمام، حطيت جواه ملف الاندكس، ملف الاندكس بتاعه، يعني انا يوم ما ابدا ما ادور على الصورة ببقى انا جوه ملف الاندكس، يعني انا هبقى في المكان ده، انا عاوز اروح اجيب الصورة بتاعتي، يبقى هعمل ايه، هعمل باك، هرجع مرة، رجعت باك، يبقى احط ايه، نقطتين سلاش، تمام، لقيت فولدر اسمه ايه، الويب سايت، الفولدر ده انا جواه حاطط جواه فولدر تاني، خلاص هدخل جواه فولدر ويب سايت، يبقى اكتب ويب سايت سلاش، دخلت جواه الويب سايت، لقيت فولدر اسمه بيكتشر، خش جواه بيكتشر سلاش، لقيت الصوره بتاعتي اروح كاتب اسمها لوجو دوت بي ان جي، تمام، نجرب، نجرب دلوقتي، نجرب الاول، لو عرضت بص عملت ريفرش، اسف نسيف الاول هنا ما حفظتش، سيف، قلت انا عملت ريفرش الصوره مش ظاهره، ليه؟ لان انا مش حاطط اللينك بتاعها، تمام. احط اللينك بتاعها ازاي؟ انا اول حاجه قلت لكم ايه، احنا فولدر ال HTML عاوز ارجع، برجع نقطتين سلاش، خلاص يبقى انا كده فين، امشي معاكم بالراحه خالص، احنا مكان الرئيسي فين، هنا كتبت عاوز اعرض الصوره، يبقى انا هعمل حاجه ايه، هرجع لفولدر اللي بره، هرجع ازاي، ادوس باك، باك في ال HTML معناها ايه، نقطتين سلاش، تمام، بعد كده اكتب اسم الفولدر اللي انا عاوز اخش عليه، ويب سايت سلاش، يبقى انا كده دخلت جوه الفولدر اسمه ايه، ويب سايت، تمام، اهو هدخل جوه فولدر اسمه ويب سايت، في فولدر جواه اسمه بيكتشر، هخش جواه سلاش بيك، تمام، دخلت جواه، اشوف امسح سلاش من دول، تمام، دخلت جوه الفولدر اسمه بيكتشر، خلاص دخلت جواه، اسم الصوره اسمها ايه، لوجو دوت بي ان جي، بس اسم الصوره اهو، لو دوست سيف كنترول اس ريفرش ظهرت الصوره على طول. طيب دي انا عشان احط رابط الصوره، لو كان في فولدر واحد، لو كان الاندكس بره ما بحطش النقطتين دول، وزي ما شرحت لكم جوه في برنامج الرسم. طيب لو انا دلوقتي عاوز احط مثلا صور كتير في الموقع، ومش عاوز انا كل شويه اكتب الامتداد ده كله، عاوز اكتب احط قاعده رئيسيه واكتب له اسم الصوره بس، هو يروح يدور في مكان معين، بعمل ايه، حاجه اللي قلت لكم عليها قبل كده في اول المحاضره اسمها بيز، البيز دي عباره عن قاعده عامه، بقول له مثلا اتش ريفرنس او اللينك او الاتش او الهيرف، تمام، بكتب جواها مثلا ده نقطتين، انا بكون مكاني الرئيسي فين، جنب ملف الاندكس، تمام، انا طلعت من ملف الاندكس،
طلعت من الفولدر اللي فيه ملف الاندكس اللي هو اسمه HTML، طلعت بنقطتين سلاش. بعد كده قلت له خش الويب سايت، دخل فولدر ويب سايت. بعد كده قلت له خش فولدر اسمه بيك سلاش، يبقى كده الرابط الرئيسي بتاعي فين؟ اطلع بره ملف ال HTML، خش اطلع بره فولدر ال HTML اللي انا عامله هنا ده، سو فولدر HTML اهو. انا ببدأ في مكاني هنا، طلعت بره فولدر HTML، دخلت جوه فولدر ويب سايت، دخلت جوه فولدر البيكتشر، لقيت الصورة بتاعتي. تمام، ده اللي انا قلت له عليه. انا قلت له انت هتروح مسار، هتروح عند الفولدر اسمه بيكتشر. خلاص، لو انا جيت هنا دلوقتي شلت له اسم المسار اللي كاتبه تحته وعملت ريفرش، الاقي الصورة ظاهرة مفيش أي مشاكل معايا. اهو ريفرش، اهو الصورة ظاهرة مفيش أي مشاكل معايا. ليه؟ لأن أنا حطيتها له في البيز فوق، قلت له عندك قاعدة أساسية عندك تروح تدور على الصور أو اللينكات اللي هحطها لك تحت، الصور أو اللينكات اللي هحطها لك تحت ما لم أكتب اللينك كامل. لو أنا ما كتبتش اللينك كامل هياخد اللينك ده ويكمل عليه. أوكي؟ تمام، هبقى أفسرها برضو لحتة اللينك كامل دي. زي مثلا الستارت أي دي، يعني أنا كاتب له لينك كامل. تمام؟ لو انا كتبت له مثلا سلاش حاجه مثلا، او اسم واحد بس زي لوجو دوت بي ان جي كده، هياخد اللينك اللي فوق ده ويحط وراه لوجو دوت بي ان جي. اوكي، يعني الناتج بتاعي هيكون ايه؟ نقطتين سلاش ويب سايت سلاش بيكسر سلاش لوجو دوت بي ان جي. تمام، دي فايده البيز بتريحني لو انا حاطط 100 صوره بكتب اسم الصور بس، مش بضطر اكتب الامتداد ده كله. تمام، دي ظاهره في السايت. تمام، اتمنى يكون درس النهارده في اتفهم وسهل، واتمنى يكون التسجيل ما فصلش لانه فصل معايا من شويه. ان شاء الله نتقابل الدرس اللي جاي في الشرح التيبلز، واتمنى ان انتوا تكونوا مستوعبين معايا ومستمتعين بالشرح، ويا رب ما اكونش مضايقكم بالتطويل. يا ريت تعملوا سبسكرايب للشانل عشان توصلكم الدروس الجديده اول مرفوعها على طول باذن الله. وشكرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.